السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض دورة فوتوشوب سي سي 2019. طبعا دورة هتكون من المستوى المبتدئ إن شاء الله لحد المستوى الاحترافي اللي توصلك إنك تقدر تشتغل على البرنامج وتطلع منه شغل. إن كان الشغل طبعا هيكون أغلبه في مجال تجاري بعد كده، طبعا بعد ما نتعلم البرنامج ونتقنه. يعني طريقتنا في الشرح ان شاء الله في البرنامج هتكون بتعتمد على ازاي نشتغل على البرنامج ونشتغل على الادوات بطريقة قابلة للتعديل بالنسبة للشغل بتاعنا، يعني ازاي نعمل الشغل بتاعنا والشغل بتاعنا يكون قابل للتعديل، ازاي نعمل ما نشتغلش بالشغل اللي هو ان احنا بنعمل الشغل ناخد الافكت من غير ما نعرف ازاي نعدل عليه، والفرق بينه وبين الطرق مختلفة طبعا في شغل الافكت على مشروع العمل بتاعي. طبعا في ناس هتقول دورة الفوتوشوب في ناس كتير جدا بتشرحها بالنسبة للأدوات وبالنسبة لبرنامج الفوتوشوب، يعني في برامج كتير، في دورات وقنوات كتير بتشرحها. ايه الفرق اللي هيكون بين الدورة الخاصة بيك وبين الدورة اللي موجودة على الانترنت؟ ممكن تاخد انت وتستفيد انت حاجات ما شفتهاش في دورة قبل كده. يعني مش هقدر اقول لك الا ما انت تشوف الدوره، تشوف هل انت فعلا هتستفيد منها ولا لا. هي الدوره هتبدا من مستوى المبتدئ لحد المستوى الاحترافي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ليه بنتعلم الفوتوشوب اول حاجه دايما في البرامج بتاعتنا؟ لان اي تصميم هنستخدمه لازم نستخدم فيه صور، والصور طبعا بيكون فيها اديت، وبالتالي لازم استخدم الفوتوشوب، لان البرنامج زي برنامج الاليستريتور وبرنامج زي برنامج الانديزاين صعب جدا ان انا استخدم فيه موضوع الصور ده واعدل عليه. طيب في حد ممكن يقول برضو يعني انا دلوقتي لو تعلمت الفوتوشوب اقدر اشتغل عليه كشغل تجاري وكده يعني، ولا لازم اتعلم معاه الانستريتور والانديزاين؟ بص، هو مش موضوع لازم، هو الموضوع احسن تتعلم معاه الانستريتور والانديزاين لانه هيسهل عنك. وهو الفكرة كلها بين البرامج الفوتوشوب والبرامج التانية، لو احنا فرضنا ان انت هتشتغل مثلا على الفوتوشوب كارت شخصي او بروشور او هتشتغل حتى على كتاب، تقدر تشتغل عليه الحاجات ديت؟ انا يعني انت لو بتسال تقدر تشتغل عليه، فانت فعلا تقدر تشتغل عليه. طيب ليه بروح اتعلم من ديزاين ولا بتعلم من الستريتور؟ بتعلم من ديزاين وبتعلم من الستريتور لان بالظبط المثال اللي هقوله لك ده هو الفرق بين البرامج. لو احنا فرضنا انك هتروح مشوار معين، المشوار ده مثلا 10 كيلو، هتركب فيه دراجه او عجله، يعني هتروح مشوار ده بعجله او دراجه. طيب لو انت رحت المشوار ده تاني بماكينه تانيه مثلا زي سياره مثلا، هل المسافه اللي هتقطعها في المشوار ده او بالنسبه لل 10 كيلو انت رايحهم زي ما تقطعهم بسياره زي ما تقطعهم بالعجله؟ اعتقد طبعا في فرق هيكون شاسع في الوقت. فبالتالي لما تيجي تعمل كتاب على الفوتوشوب غير ما تعمله على الانديزاين، انت هنا بتوفر وقت وبتكون اكثر دقه واكثر احترافيه، فبالتالي لازم تتعلم البرامج دي. بس انت تقدر تعمل كل حاجه على الفوتوشوب، بس انت المشكله عندك في الوقت. فما تيجي تقول لي مثلا انا ما ينفعش اصمم شعار على الفوتوشوب واصممه على الانستريتور، الكلام ده مش مظبوط. بتصممه على الفوتوشوب لان قبل ما احنا نعرف الانستريتور والشهر للانستريتور كنا طول عمرنا شغالين على الفوتوشوب وبنعمل كل حاجه على الفوتوشوب. فمش موضوع بقى ان لا ما ينفعش تعمل كده على الانديزاين، لا ما ينفعش كده تعمل كذا، لا. انت كمبتدئ اتعلم الفوتوشوب وهتقدر تعمل عليه اغلب شغلك التجاري واغلب شغلك هتعمله على الفوتوشوب، ما فيش اي مشكلة. طيب دلوقتي احنا عندنا برنامج الفوتوشوب، وليه بنشتغل على الزرار الاخيرة؟ لان الزرار الاخيرة طبعا متطورة، غير ان هي هتلاقي كل الحاجات اللي هنشرحها 90% منها موجود من اول CS6، يعني انت مش شرط، يعني اللي معاه الزر اقل يقدر يشتغل معانا عادي ويطبق معانا عادي، مش عنده اي مشكله. طيب ازاي بننزل البرنامج؟ المشكله الاخيره اللي قابلت الناس طبعا لما تيجي تنزل البرامج الجديده ديت ان هو ما بيقدرش ينزله عربي، يكتب عربي خصوصا لما بينزله بيحمله طبعا. بس طبعا في دلوقتي برامج ممكن تنزلها تكتب تحمل عربي يعني. بس لو فرضنا ان انت هتنزل من الادوبي كلاود البرنامج وعاوز تعمل عربي او تشتغل على عربي، اول حاجه خلينا بس الاول نخش على موقع ادوبي. دلوقتي احنا عاوزين ننزل البرنامج، طبعا بنخش على موقع ادوبي وبنكتب بندخل على موقع ادوبي وبنكتب adobe.com، بتطلع عندنا الصفحه زي ما انت شايف دلوقتي كده. بنيجي هنا على الجنب اللي حاجه اسمها تنزيلات سطح المكتب،
لو ضغطنا على تنزيلات سطح المكتب بيجي عندي حاجة اسمها كرييتيف كلاود. كرييتيف كلاود ده لو انا طبعا ده برنامج لو ضغطت عليه بينزل لي على الجهاز بتاعي وابدأ ان انا اشغله يعني، ففي الاخر بيقعد يحمل شوية حسب سرعة الانترنت عندك ويبدأ يجيب لي الشاشة اللي قدامك دي اللي اسمها كرييتيف كلاود. طيب كرييتيف كلاود دي بيفتح لك كل البرامج اللي هي من شركة ادوبي اللي انت تقدر تسطبها، منها طبعا البرامج التجريبية او برامج فري زي اكس دي، مش مشكلة يعني. الموضوع عندنا ان احنا ازاي نخلي البرامج بتاعتنا تشتغل باللغة العربية، يكون فيها اتجاه النص من العربي للانجليزي. عندنا هنا التلات نقط اللي احنا في الجنب هنا بنضغط عليهم بتظهر لنا مجموعة من القائم زي ما انت شايف. نيجي على حاجة اسمها بيرفرنس ونضغط عليها كده فبيجي لنا حاجة اسمها كرييتيف كلاود، يعني طبعا بتكون على جنرال بنجيب كرييتيف كلاود. بنيجي على حاجة اسمها اب لانجويج. اب لانجويج يعني اللغة بتاعت التطبيقات بتاعتك. انت طبعا لازم تعملها انجليزي داعم العربية، يعني تبقى النوافذ باللغة الانجليزية ويدعم الكتابة باللغة العربية في الداخل. هتلاقي هنا ان هو مش مديك اللغة تكون عربي كلها، بس اعتقد تقدر تنزلها عربي كلها من اي مكان تاني يعني. المهم مش موضوعنا يعني. خلاص بعد ما نظبط كده بنرجع هنا وبنضغط على تلات نقط تاني وبنقول له check for app update. ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده عشان يعمل بس نظام ريفريش للكرييتيف كلاود عشان الاعدادات اللي احنا عملناها، او لو ما عملتش كده وسطبت هيسطب عادي بس يعني اضمن يعني. فالمهم ان احنا بننزل البرامج بتاعتنا، وبالتالي البرامج بتاعتنا بعد ما بتنزل بيسطبها، والكراك طبعا هتلاقيه متاح في الجروبات عادي ما فيش اي مشكله خالص، ويجي لنا البرنامج بنفتحه بيطلع لنا بالطريقه اللي انت شايفها دي قدامك عشان نقدر نشتغل عليه. طيب هنتكلم دلوقتي على نظام الالوان او نظام البروفايل بتاع الشغل بتاعنا اللي احنا لما نيجي نشتغل دلوقتي على الفوتوشوب بنشتغل بنظامين، نظام سي ام واي كي ونظام ار جي بي. طبعا ممكن ناس كتير طبعا شافت الموضوع بتاع السي ام واي كي والار جي بي في الكلام، وليه الناس بتتكلم عليه كتير لانه طبعا هو اساس الشغل. فلما انا اتكلم دلوقتي على السي ام واي كي والار جي بي فده طبيعي لانه من اساسيات شغل البرنامج عليه بالنسبة للمطبوعات التجارية او تصاميم السوشيال ميديا اللي هي بتستخدم على شاشة الكمبيوتر. نيجي معنا بس نفتح الملف اللي هو هنشرح ازاي فيه الار جي بي وهنشرح فيه السي ام واي كي. الار جي بي طبعا زي ما احنا شايفين بنقدر نستخدمه على كل حاجة يعني كل حاجة زي اجهزة الكمبيوتر والتابلت والايفون او تليفون يعني، والحاجات اللي هي شاشات العرض يعني الحاجة اللي هي الحاجة اللي هي ملهاش ملمس مادي، يعني الحاجة اللي انا بشوفها ما اقدرش امسكها. طيب السي ام واي كي ببساطة الحاجات اللي انا اقدر امسكها زي المطبوعات اللي كان طبعا فولدر بروفايل بروشور كتيب كتاب، الحاجات اللي انت بتقدر تطبعها وتمسكها وتلمسها بايدك. طيب الار جي بي طبعا بيكون الكونتراست بتاعه عالي زي ما انت شايف هنا بالنسبة للالوان، لانه طبعا في الوان كتير، فبالتالي وغير ان هو بيعرض على الشاشة ما بتطبعش، فبالتالي ان هو تقدر تبقى في مجموعة من الالوان الكتير تقدر تديك نظام سطوع في اللون كده بشكل بيديك شكل يعني كويس في الشغل بتاعك. طيب السي ام واي كي نفس النظام بتلاقي السطوع بتاعه باهت شوية. طيب عندنا الار جي بي زي ما احنا شفنا هو اختصار الريد والجرين والبلو، يعني هو ياخد كل حرف من كل كلمة موجودين. السي ام واي كي نفس النظام واخد كل حرف من كل اسم لون موجود عندنا، يعني السي من السيان والام من ماجنتا والواي من اليالو والكي من بلاك. هنلاحظ ان الكي الحرف الاول منها حرف البي، واما البي اللي هي موجودة في ار جي بي اللي هي جاية من حرف بلو. طب ليه هنا في الكي مش حاطه بي؟ عشان ما تتلخبطش بين الاثنين، يعني ما ينفعش تقول سي ام واي بي وبعد كده ار جي بي فهتفتكر ان البي هنا اللي هي البلو هي البي هنا اللي هي بلو. لا، يبقى احنا عملنا كي عشان بس نفرق بين البي بتاعت البلو وبين البلاك عشان الاثنين بيبداوا بحرف البي. طيب نظام الالوان زي ما انت شفت لما يجي نظام الالوان في الار جي بي ويتقاطع مع بعضه بينتج لنا الالوان اللي هي السي ام واي طبعا اللي هي اليالو، وعندنا الماجنتا وعندنا
السيان. لما بتيجي الالوان بتاعت السي ام واي كي بتتقاطع مع بعضها بتنتج لنا الالوان اللي هي الريد والجرين والبلو، اللي هي نقط التقاطع اللي بين الالوان وبعضها، اللي هي عندك الازرق وعندك الاخضر وعندك الاحمر. ده معناه ان الالوان يعني كلها مش جايه من مكان بعيد، يعني هم كلهم من بعضهم، بس احنا بنشتغل بالسي ام واي كي لان الالوان بتاعتها بنقدر ان احنا نشتغل بيها كطباعه و يعني في مجال المطبوعات، وبدي يستخدم طبعا في الطباعات، يعني اي طبعه بتطبع ب سي ام واي كي. طيب تمام كده. طب دلوقتي عايزين نتكلم عن البروفايل، يعني اي فوتوشوب، ان كان فوتوشوب او ان كان انستريتور او كان ديزاين، طبعا بان هم برامج طباعه، يعني برامج بنقدر نشتغل عليهم تصاميم 2D بتطبع، غير طبعا الادوب بريمير والافتر افكت. طبعا الادوب بريمير والافتر افكت ده اصلا ما بيطلعوش شغل طباعه، كل شغلهم طبعا على الشاشات، فبالتالي بيستخدموا الار جي بي. في حاجه اسمها بروفايل، بروفايل الكلر اللي موجود اللي هي الالوان اللي بنشتغل بيها في البرامج ديت، لازم نعمل الاعدادات دي ونظبطها عشان نقدر نشوف احنا هنشتغل على اي بروفايل، وازاي بنعمل البروفايل، وايه الفرق بين البروفايل ده والبروفايل ده. تعالوا مع بعض كده نشوف البروفايل اللي احنا هنشتغل عليه. احنا هنجيب صورة عادية كده، اي صورة بيكون فيها مجموعة من الالوان زي صورة الطائر اللي قدامنا ده، في مجموعة من الالوان. انا دلوقتي عاوز اشوف ايه الفرق بين البروفايل وبروفايل تاني في الـ RGB. المعتاد طبعا في البرامج القديمة او البرامج اللي هي السيس 5 والحاجات ديت، كانت ادوبي بتشتغل بالوان اللي هي 1998، وبعد كده حدثت ل 1966. طيب الفرق بين الاتنين هنشوفه دلوقتي. لو احنا دلوقتي عندنا الصورة دي هنعمل لها دوبليكيت، وبعد كده بنعمل لها الرينج ونخليهم الاتنين مقابلين لبعض عشان نقدر نفرق بين الالوان وبعضها. اول حاجة الطائر اللي قدامي ده طبعا RGB، لو احنا شفنا اسم الملف اللي قدامي وبعد كده بنلاقي RGB، وبنلاقي اسم الملف التاني عندنا هنا كده RGB. لازم اضغط على الملف عشان يكون نشط. انا ما بشرحش البرنامج، انا كل بشرحه، يعني ما بدأتش لسه اشرح البرنامج، انا بشرح ازاي نتعرف على الالوان ونظبط الالوان عشان ان شاء الله ما نيجي نبدأ العمل في البرنامج ونقول ان احنا بنعمل ملف اعداده مثلا سي ام واي كي او ار جي بي بروفايل كذا، نبقى احنا فاهمين احنا شغالين ازاي. طيب دلوقتي باجي على قائمة ايديت، ومن قائمة ايديت بلاقي عندي ثلاث حاجات مهمين عندي بالنسبة لي، اللي هم color setting واساين بروفايل وconvert to profile. طيب color setting ده لو انا ضغطت على color setting بلاقي عندي الاعدادات الاساسيه اللي هي color setting RGB، وفيها السي ام واي كي، وفيها الجراي والسبوت اللي هي الالوان الجراي والسبوت. يعني دلوقتي خلينا في الار جي بي والسي ام واي كي. الار جي بي زي ما احنا قلنا ان ده البروفايل الجديد اللي نزل في من اصدارات سيس 6 تقريبا 1966، الاول كان شغالين على 1988، وده البروفايل اللي هو شغال عليه الفوتوشوب، اللي هو شغال عليه الفوتوشوب بالنسبه للسي ام واي كي اللي هو يو اس ويب كوتد فيرجن 2. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعرف الفرق، يعني ايه الفرق بين الالوان بين البروفايل ده والبروفايل ده، وليه يعني استخدم بروفايل، هل استخدم البروفايل الاساسي بتاع الفوتوشوب ولا اني اغير البروفايل بتاعي زي ما يناسبني. دلوقتي لو احنا قلنا ان الشغل اللي قدامي ده او الصوره اللي قدامي ديت من قائمه ايديت طبعا، وبعد كده اقول له على حاجه اسمها اساين بروفايل، يعني البروفايل ده او يعني تعيين بروفايل، يعني شوف لي، يعني حط لي بروفايل على الصوره دي. هلاقي ان البروفايل اللي قدامي شغال على 1966، وهلاقي عندي هنا قائمه اسمها بروفايل، لو فتحتها هلاقي مجموعه كبيره من البروفايلات اللي اقدر ان انا اختار منها، واعمل على قائمه بروفيو علامه صح عشان ابدا اشوف الفرق بينهم من بعض. لو انا جيت هنا كده وقلت له انا عايزك تشتغل، هو طبعا كان كده كان الاول الاعداد على 1966. لو انا جيت قلت له دلوقتي انا عايزك تشتغل على بروفايل اللي هو RGB 1998، هلاحظ ان حصل زياده في الالوان وسطوع في الالوان، خلى الالوان زاهيه واداها جمال كويس، الاول كانت مطفيه شويه.
كده. حتى لاحظ الفرق بين الصورتين هما وسط بعض، بتلاقي ان ده الالوان بتاعته زاهية شوية، الالوان التانية يعني ما فيهاش كونتراست عالي ولا اي حاجة ولا سطوة. طيب ده بيدل ان انا البروفايل له عامل ان هو يغير لي درجات الالوان. ده بالتالي طبعا لو حد عنده صورة زي ديت ولا ملف مديله او تصميم عامله RGB طبعا للسوشيال ميديا ومديله كونتراست عالي، فبالتالي بيجي يحطه على جهازك، فبتلاقي الجهاز فيه الوان زاهية وانت تيجي تشتغل مش لاقي الالوان دي لانه مغير البروفايل بتاعه. غير العامل التاني طبعا ان ممكن تكون الشاشة بتاعتك مش ما فيهاش يعني دقة الالوان فيها بتكون مش عالية، او ما تكونش شاشة IPS عشان تدعم الالوان RGB بطريقة كبيرة يعني. طيب لو احنا غيرنا البروفايل، نقدر نغير البروفايل لاي شكل من الاشكال اللي انت شايفها، بيديك اشكال كتير باضاءة مختلفة زي ما انت شايف، بتختار الشكل اللي يريحك. وبعد كده طبعا انا شغال على يعني احيانا بشتغل صراحة على 1998 واحيانا بشتغل على 1960 على يعني على حسب ما اشوف الصورة المناسبة فيها. يعني انا دلوقتي لما بجيب صورة زي كده والله بجرب الاثنين بروفايل دول، بشوف الانسب اللي انا محتاجه واشيك يعني في الشكل واللي بيديني شكل احسن بختاره، ما فيش اي مشكله خالص. طيب ده بالنسبه للار جي بي. طيب احنا دلوقتي الار جي بي خلاص احنا عرفنا ان احنا نختار او نغير البروفايل ازاي. طبعا لو انا دلوقتي اخترت هنا وقلت له اوكي، هو خلاص سبت على البروفايل ده وانا هشتغل على البروفايل ده، بس ما تغيرش في الاعدادات اللي هي بتاعه الكلر سيتنج. هو الاعدادات اللي هي الافتراضيه الاساسيه هي كده، لان بقول له بس انا هشتغل في الوقت الحالي على الصوره دي بالبروفايل ده، بس لما اجي افتح شغل تاني او افتح صوره تانية او اي حاجه انت تشتغل لي على الوضع الاساسي مش تغيره. طب لو انا عاوز اي صوره تخش او اي حاجه اشتغل عليها تيجي لي بالوضع ده او بالبروفايل اللي انا محدده، خلاص انت دلوقتي بتغير البروفايل، بتخليه هنا 1998 وبتعمل سيف هنا عشان تسيف باسمك مثلا اي حاجه وتقول له سيف. بالتالي خلاص انا بقول لك اكتب كومنت يعني عشان تقول له دي بروفايل مكون من يعني تكتب اي حاجه انت عايز تكتبها هنا. وبعد كده عندك خلاص بقى عندك هنا بروفايل في السيتنج بيسيف بالاعدادات بتاعتك. يعني لو انا جيت اغير كده في اي بروفايل بيتغير لي، شفت الالوان السيموي كي اتغير فين والار جي بي اتغير ازاي. لو جيت انا رجعت للي انا سيفته اللي هو جي بدا يحط لي البروفايل بتاعي اللي هو RGB رجعه على 1998 وبعمل اوكي. طيب انا دلوقتي هخليه على 1966 واقول اوكي. انا خلاص عندي الالوان اللي موجوده عندي دي بالنسبه لل RGB. طيب احنا دلوقتي عايزين نشتغل على السيمويكي، هنجيب صوره ثانيه ونشتغل عليها على السيمويكي عشان بس من يعني ما تكونش لسه الصوره بألوانها بشغلها مطبوع في دماغك. فاحنا نيجي هنا ونجيب مثلا صورة تانية نشتغل عليها على CMYK. الصورة دي طبعا RGB، عشان نحولها CMYK بنيجي على قائمة ايميج ونقول له مود ونقول له CMYK. خلاص دلوقتي بقت ألوان طباعة. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت، بنعمل دوبليكيت ونقول له انسخ للصورتين جنب بعض، ومن قائمة ويندوز بنقول له الرينج ونبدأ ان احنا نخليهم مقابلين لبعض بالطريقة ديت. فبالتالي عندي صورتين، اول حاجة CMYK هنا وCMYK هنا. طيب هل لو انا غيرت البروفايل في CMYK بيفرق زي ما فرق معايا في الـ RGB؟ هنشوف دلوقتي. لو احنا جينا على قائمة Edit زي ما شفنا المرة اللي فاتت وقلنا له هنا Assign Profile، يعني عين لي بروفايل، هات لي بروفايل، اختار بروفايل من البروفايلات. هو بيقول لي دلوقتي انت الملف اللي قدامك ده شغال CMYK على الـ US Web Coded Version 2، يعني هو دلوقتي شغال على الديفولت بتاع الأدوبي فوتوشوب لما بينزل. طبعا البروفايل ده بينزل يعني أساسي على الفوتوشوب وعلى الإنستريتور وعلى الإنديزاين. طيب دلوقتي انا عاوز اغير، انا عاوز اغير على بروفايل تاني. هو دلوقتي في قائمه البروفايل مديني بروفايل تاني، هو ممكن اختار اي بروفايل انا محتاجه، بس انا هختار مثلا جابان كلر 2003 ويب. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل زي ما انت شايف، لو انا جيت رجعت تاني على الاساسي وبعد كده اخترت البروفايل اللي انا عاوز اختاره، ايه اللي حصل؟ حصل تغيير في الالوان عندك زي ما انت شايف، بقت الالوان فيها عمق زياده. شايف الفرق؟ هرجع تاني على الاساسي وبعد كده ارجع تاني على البروفايل اللي انا اخترته، بقى فيه عمق في الالوان. طيب لو انا اخترت تاني اي بروفايل تاني موجود مثلا زي ده كده، شفت بتبدا الالوان
تتغير معايا، بي اما اغمق شويه يا اما افتح شويه بالطريقه اي، يعني شايف بقت اغمق شويه عن هنا. بتختار انت البروفايل اللي يريحك. انا من ناحيتي الشخصيه انا شغال على جبان كولر 2003، شايف الوانه يعني يعني فيها بس شويه مثلا يعني عمق في الالوان شويه، والالوان غامقه سنه، فبالتالي بقدر افتح او اغمق اكتر على حسب انا عاوز. ممكن تشتغل على الديفولت عادي لو انت شفت ان ده الوانه بقت احسن، يعني ده الديفولت طبعا وده اللي شغال. يعني انت مثلا لاحظ في الصورتين اللي قدامنا عندك الوردة هنا لونها احمر غامق شوية، يعني احمر تحس ان في روح كده، وهنا الاحمر بتاعها فاتح شوية. فانت بتختار البروفايل اللي انت هتقدر تشتغل عليه. فدلوقتي ممكن واحد من المتابعين يسألني طب انا احترت يعني اشتغل على ايه. انا عرضت لك الصورتين قدامك، انت بتختار بتشوف الانسب للصورة بتاعتك للشغل بتاعك وتبدأ تشتغل عليه وتظبط بالشغل بتاعك. انا من ناحيتي الشخصية برضو انا شغال على اللي هو البروفايل اللي هو جبان 2003، شايفه انسب يعني بالنسبة لشغلي وبظبط عليه كل حاجة. طيب دلوقتي عايز اوضح حاجة، بعد ما انت بتشتغل شغلك ده وكل حاجة بتيجي تسيفه. طبعا لو بالنسبة للمطبعات بتيجي تسيفه بي دي اف عشان تودي المطبعة، فبتيجي سيفه بي دي اف عشان توضي المطبعة، بيحصل فرق في الالوان. بمعنى تعالوا نشوف كده. اول حاجة انا هشتغل على البروفايل، هقفل ده، انا هشتغل على البروفايل اللي هو دلوقتي من قائمة ايديت، اقول له عندنا اساين بروفايل، انا هشتغل على هو جبان كولر 2003 واقول له اوكي. لو جيت هنا وقلت له سيف از على الديسكتوب مثلا، وهختار فوتوشوب بي دي اف، تمام. هو دلوقتي بيقول لي انا واخد الالوان اللي هي سيمويكي جبان كولر 2003 ويب اوكي، واقول له سيف على الديسكتوب واقول له سيف اوكي، ما مش هعدل اي حاجه واقول له سيف. ياخد بقى وقته. هنا باجي هنا على الديسكتوب واقول له الملف البي دي اف اللي انا سيفته اهو. نصغر الصورة شوية. شايف هلاقي الالوان زي ما موجودة عندي في الفوتوشوب موجودة هنا في ملف البي دي اف. طيب نجرب حاجة تانية مع بعض. لو انا قلت له هنا سيف از على الديسكتوب برضو، وهشيل البروفايل هنا، مش هخلي في البروفايل هنا، واقول له اغير بس الاسم عشان مش يكونوا متشابهين، واقول له اوكي، واخلي نفس النظام اوكي. الديسكتوب تاني واصغر كده شوية عشان بس انا عاوز اوريكم حاجة. ايه اللي حصل دلوقتي؟ الالوان اللي قدامي باهتة، يعني لاحظ هنا صورة الوردة الصفراء ديت او الوردة الحمراء هنا. بص شوف في الفوتوشوب ايه اللي حصل، الفوتوشوب اللي حصل عندك الالوان هنا فيها كونتراست عالي، هنا باهتة، هنا نفس النظام، هنا فيها كونتراست عالي، هنا باهتة. اتمنى تكون واضحة في تسجيل الفيديو. ليه اللي حصل ده؟ ليه ده اللي هو فلاورز كوبي 2. تعال لو احنا فتحنا مثلا اللي هو كوبي 1 اللي هو كوبي 1 هو ده، صغرنا برضو. شفت نفس الالوان هنا نفس الالوان هنا، بس هنا الالوان مختلفة. شايف الالوان؟ الالوان هنا فاتحة، شفت الالوان هنا غامقة. بص حتى لو انا غيرت بين الاتنين بص في فرق. طيب الفرق ليه؟
الفرق لما انا اجي اعمل سيف هنا واعمل له هنا سيف از بي دي اف او انا هسيف بي دي اف، ما اخترتش البروفايل كلر بتاعي فاختار هو الديفولت بتاع البرنامج، بدل ما اخترتش ان البروفايل اللي هو جبان كلر 2003 ده ان هو ده اللي انا هستخدمه، بيختار اوتوماتيك البروفايل الاساسي بتاعه اللي هو الموجود يا اما في ادوبي بي دي اف، في ادوبي بي دي اف، يا اما في ادوبي فوتوشوب. طيب لازم اعمل بقى الحركة دي اللي هي انك تاخد البروفايل اللي موجود هنا، حتى لو انا جيت مثلا هندي يعني اوبشن تالت عشان نشوف الفرق. انا قلت هكنسل دول، وهقول له هنا سيف از، واجي هنا اقول له انا عاوز فلاور 3، ومش هختار البروفايل بس هاجي هنا واقول له سيف اوكي، وهاجي هنا على اوتبوت واقول له من اوتبوت انا عاوزك تختار لي انكلود بروفايل. هو بيقول لك انا دونت انكلود بروفايل، هو مش لا يشمل بروفايل، هو مش موجود في بروفايل، فانا اقول له لا انت اشمل البروفايل واقول له سيف اوكي. طبعا لو بسيف تقيل لان انا قايل له احفظ الملف، طبعا حجم الصوره كبير اصلا يعني خلاص. فانا باجي على ديسكتوب تاني واقول له انا عاوز فلاور 3. هلاحظ حاجه، فلاور 3 الالوان لسه زي ما هي، لو انا جبت فلاور 2 لا فلاور 1 لا كانت 2، خلينا بس نشوف نصغر دول عشان نشوف مع بعض. ايوه تمام، ده بروفايل 3 وده بروفايل 2. طيب بروفايل 3 انا اصلا ما استخدمتش، ما عملتش صح على لما جيت عملت سيف از، ما عملتش صح هنا على البروفايل، انا كنت حاذف البروفايل ما عملتش صح اصلا. طب ليه هو جاب لي الصوره اصلا، جاب لي الصوره هنا، جاب لي الصوره هنا في بروفايل 3 زي ما موجوده في الفوتوشوب ليه؟ لان انا اصلا لما انا عملت سيف خشيت له على قائمه اوت بوت وقلت له اعمل الكلود للبروفايل، انت هات البروفايل اللي انت شغال عليه دخله معاك. يبقى انا دلوقتي البروفايل عندي مهم، لان لما اجي اخد الملف في البي دي اف ده واحد يقول لي انا دلوقتي شغال زي ما انت قلت، شغال زي ما انت قلت وعملت البروفايل هنا وقلت له ايديت وقلت له اساين بروفايل واخترت هنا البروفايل بتاعي اوكي والالوان جميله جدا عندي، فانا عملت سيف سيف از وبعد كده جيت على الديسكتوب واخترت البي دي اف زي ما انت قلت، بس هنا ما كانش فيه صح، هو نسي يحط هنا صح فعمل سيف، فالالوان طلعت ايه؟ باهته، لانه لما يجي المفروض نعمل سيف يجي هنا في الاوت بوت ويقول له اعمل انكلود للبروفايل لو ما عملش صح للبروفايل، اما لو عمل صح للبروفايل مش مشكله. الكلام ده بينطبق على الاستريتور والانديزاين، المعلومه دي مهمه جدا عشان لما بتاخد الملف بي دي اف ومثلا تديه لحد موجود بيشوف الالوان بالبروفايل اللي انت عامله. ده كان ان شاء الله الدرس بتاعنا بالنسبه لليوم، المحاضره الاولى، ان احنا ازاي نتعرف على البرنامج بتاعنا، ايه هي الالوان، الفرق بين سي ام واي كي والار جي بي، وازاي عشان لما نيجي نتكلم ان شاء الله نتكلم ونكون على معرفه شويه بالالوان. ممكن يكون الدرس بالنسبه لناس المبتدئين ان هو يعني صعب شويه، بس الدرس بسيط جدا يعني ان شاء الله ما يكونش صعب ولا اي حاجه خالص. انت ممكن احط لكم الصور دي في الوصف وتبدا ان انت تدخلها وتختار البروفايل وتختار وتجرب عندك صور، حتى لو عندك شغل قديم حطه وجرب كده شوف الفرق بين ان انت لو عملت البروفايل سي ام واي كي بشكل تاني مثلا، هل هتختلف معاك الالوان وتكون جميله ولا هل مش هتبقى كويسه؟ اختار وشوف البروفايل اللي انت عندك. وفي الخلاصه اللي محتار ويقول لي مثلا انا اغير البروفايل ولا ما اغيرش البروفايل، هرجع واقول لك تاني عشان تغير البروفايل او ما تغيرش البروفايل حط التصميم بتاعك وجرب. لو شايفه مع الغامق كويس، لو شايفه بالاساسي كويس خلاص حسب مناظر عينك بتشوف يعني، ده حاجه راجع لك في الاول وفي الاخر. البروفايل اللي انت هتختار بيه الشغل بتاعك هيطبع يعني، مش هيقول لا مش هيطبع.
اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى ان شاء الله ان الظروف تساعدنا ان احنا نكمل مع بعض الدوره، وان شاء الله الدوره هتكون فيها معلومات قيمه جدا ومفيده بالنسبه للناس المبتدئين والناس المتوسطين، ولو المحترفين يعني ممكن يستفادوا منها برضو. وان شاء الله نتقابل في الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.